ساعدني بس بالكرسي ده على العربي. نعم ساعدني لو سمحت بالكرسي ده على العربي. حاضر. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه في ايه يا ست انت؟ نعم في ايه في ايه ايه في ايه ايه اللي انت عامله ده؟ شايل كرسي. شايل ايه؟ شايل كرسي وعلى ست جات له فوق احط له فوق العربيه. يبقى انت كده انت حرام. حرام ايه يا ست انت؟ ما عرفش اتكلم مين ولا ايه؟ دي حاجه انت ضد ده يا ايهاب. الراجل ده مسكته وماسك الكرسي وبيعبي العربية عجل وماشي بالعربية. وعلى ست؟ مالها؟ كانت واقفة دام بالعربية وقالت لو سمحت شيل الكرسي تحطه بالعربية. لا لا إذا كنت عايز تتكلم اتكلم قدام كابتن إيهاب. كابتن إيهاب ها قدام. يا كابتن إيهاب أنا معدي في الشارع. واحدة ست. كابتن إيهاب خلي بالك وركز معاه. يا كابتن إيهاب أنا معدي في الشارع واحدة ست ولية كبيرة. كابتن إيهاب خلي بالك مش عايزك تفوت ولا كلمة. احكي بقى الحكايه. يا كابتن ايهاب انا معدي في الشارع واحده ست. ايهاب خلي هو كل شويه يشيت تويت تويت. ايه ده؟ ما تخليني اكلمه اعرف اكلمه. ايه ده بتقول يا حضرتك؟ ما انا كل ما اكلمه تشغليه مش هيسمعني انا. انا مش سامعاك عشان انا ودني الشمال دي فيها تحلم. في ايه؟ كمل للكابتن لو تفرق. يا كابتن انا معدي في الشارع. ايهاب خليك بقى مركز. لسه هتقول للشارع يا كابتن انا معدي. ايوه فلقيت الوليه دي نادت عليا قالت لو سمحت. مين دي اللي نادت؟ واحده ست. واحدة ايه؟ واحدة ست ندهت هتكمل الكابتن. واحدة ست ندهت عليها قالت لو سمحت يا ابني. هتركز ولا لا؟ ده لسه هتقول لكابتن ايهاب كابتن ايهاب انا وراي مصالح. طيب انت مش حضرتك دلوقتي جايب عربية وفيها السواق قاعد اهو؟ يا ست انا ما دمش عربيات. امال السواق ده بيعمل ايه؟ انا مش عرفنا انا بتساليه يقول له بتعمل ايه؟ مش في سواق في العربية. خلصنا من الشغلانة دي. انا ما اتفقتش معاك ولا شفتكش. مش قلت لي 120 جنيه عشان 120 و130 ايه يا عم انت؟ يلا يا عم الحاج خلص. يا عم انا ما شفتكش ولا ارميلك لك الحبش ده بره. ما ترميه انا مالي بيه. يا كابتن ايهاب مش عايزك تنفعل يا كابتن ايهاب عشان انا معدي في الشارع. أيوة. واحده ست جات لي لو سمحت يا ابني شيل الكرسي ده احطه فوق العربيه. ايه ده اللي حصل تاني؟ انا معدي في الشارع. انت معدي في الشارع؟ اه. وبعدين ويا ريتني ما عديت. وريتك مين؟ ما عديتش. ممكن انا اكلم ايهاب بتاعك ده وايهاب بتاعك يزعق لك عشان الصوت اتقفل. ايه ده في ايه يا ماما؟ ابني حبيبي بص ايدي يا ولد تعالى حبيبي ده ابني ده. اهلا وسهلا. احكي لفؤاد حضرتك. يا استاذ فؤاد انا معدي في الشارع. واحد كابتن فؤاد تركيز ها؟ معدي في الشارع وقالت لي لو سمحت شيل الكرسي وحطه فوق العربيه. ركز يا فؤاد. مركز فؤاد بس استنى عليه. انت مركز فين الهزال؟ بقالنا 3 ساعات مستنيينك. هزال ايه يا جدع انت؟ الهزال ده مش مستنيينك احنا في بقالنا في البيت. مستنيني فين؟ مش متفق معانا انت؟ انا اتفقت معاك يا جدع. ايوه متفق معاك في بيتك. ايه ده؟ يعني انت متفق تبيع الهزال بتاعي؟ يا ست هزال الله يخرب بيتكم وبيت عزالكم وبيت ايامكم والمجدله. ايه ده؟